هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. متعصب طبعا. الأمومة أنا هذا شيء فقدته بحياتي بطفولتي. ليش ما في سيارة؟ أنا قاعد أسوق وأنا واقف. أنا صراحة عندي طموح سياسي. أكره برشلونة أول شيء، بعدين أحب مدريد. تنحط بتجوري، التجوري ينحط بكونكريت، ينحط تحت المحيط. بس بنتي تساعدني مرات حسب المزاج، بس طبعا كل شيء بحسابه.